أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز لأهم الأنباء. استهدفت ميليشيات ما يعرف بالكرامة السبت منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. مصدر خاص للتناصح أوضح أن ميليشيات الكرامة استخدمت مدافع الهاوزر بمنطقة بوذزيرة شرق بنغازي لاستهداف منطقة وسط البلاد، مضيفا أن ميليشيات الكرامة تجبر العائلات التي تسكن بالقرب من منطقة وسط البلاد على إخلاء مساكنهم الذين رفضوا بدورهم الخروج خوفا من تعرض بيوتهم للنهب والسرقة قبل ميليشيات الكرامة. أكد القيادي بمجلس شورى مجاهدي درنا سعد دهبيل أن المفاوضات حول المبادرة التي طرحها مبعوث رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح لا زالت مستمرة بينه وبين رئيس مجلس شورى مجاهدي المدينة. هبيل في تصريح خاص للتناصح أوضح أن مجلس شورى مجاهدي درنا اشترط لوقف القتال إطلاق سراح كل مساجين المدينة من سجون ما يعرف بالكرامة، وشدد هبيل على عدم أخذ أي معلومات متعلقة بشأن المبادرة المطروحة من أي شخصية سياسية كانت في المدينة لعدم توفر المعلومات الكافية لديهم. إلى الجنوب الليبي، حيث قال مصدر من القوة الثالثة لقناة التناصح إن مناطق الاشتباكات في محيط قاعدة براك الشاطئ الجوية تشهد هدوءا نسبيا السبت استجابة لاتفاق حكماء وعيان المنطقة الجنوبية. المصدر أضاف أن طيرانا تابعا لما يعرف بالكرامة غار الجمعة عدة غارات على معسكر الدعوك بمدينة سبها، مشيرا إلى أن القصف لم يتسبب في أضرار بشرية. وأكد المصدر ذاته أن سيطرة وتأمين القوة الثالثة وثوار الجنوب لطريق الرابط بين مدينتي الجفرة وسبها مع السيطرة التامة على المنطقتين. في ملف آخر، أكد رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح أن مجلسه لن يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري إلا بعد إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق. صالح أوضح في مقابلة مع قناة لايف المصرية أن عودة البرلمان المنحل لجلسات الحوار مجددا مشروطة بتنفيذ الثوابت التي أقرها البرلمان، ومن بينها تغيير رئاسي المقترح وتكوين مجلس جديد مكون من 3 أعضاء. وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج سبق وتقدم بحكومة ورفضت مرتين من البرلمان، وحسب القانون لا يجوز للحكومة العودة مرة أخرى بعد رفضها، كما أن القضاء أصدر أحكاما نهائية بعدم شرعية المجلس وبطلان كل قراراته. أخيرا مشاهدينا، في هذا الموجز قال المتحدث باسم خفر السواحل الإيطالي أن السفن التابعة لهم تمكنت من إنقاذ أكثر من 2000 مهاجر الجمعة كانوا على متن زوارق في عرض البحر. وأضاف المتحدث قائلا أن 19 عملية إنقاذ نفذها خفر السواحل وسفن أخرى تديرها منظمات غير حكومية، شملت 16 قاربا مطاطيا و3 قوارب خشبية تحمل مهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية مختلفة. إلى هنا تمام نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم في أمان الله.